إلى ذلك شارك معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أعمال المؤتمر الدولي 14 الذي انعقد بالتزامن مع هذه الذكرى تحت عنوان وحدة منبع الرسالات ضد التطرف والإرهاب من أجل السلام والتعاون على البر والتقوى الحوار والتعاون. وألقى كلمة في الجلسة العامة للمؤتمر أكد فيها أن تخليد الأحداث والقضايا الكبرى في حياة الشعوب هو أمر مهم وضروري للحفاظ على هويتها ولربط حاضرها ومستقبلها بالماضي الخالد عبر تعميق الانتماء الروحي والمعنوي إلى التاريخ والقيم والتقاليد. وأشار معاليه إلى أن الدين هو خزان القيم والأخلاق والفضيلة في المجتمعات، مما يجعل من الاحتفالات المنتمية إليه وجها حضاريا للدول والشعوب يستنهض تلك القيم والأسس النبيلة. ودعا إلى إعلاء الحوار الثقافي باعتباره ضرورة ووسيلة للتفاهم تؤكدها الرسالات الربانية، مجددا تأكيد مملكة البحرين على أهمية الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات بما يعزز أسس التعايش والتعاون والتفاهم. إنه لمن دواعي السرور أن نشارككم بالنيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم باحتفالات بلادكم بمناسبة مرور أكثر من 1100 عام على دخولها في الإسلام. ناقلين إلى حضراتكم جميعا تحيات جلالته وتهانيه بهذه الاحتفالات المباركة وما تعبر عنه من ذكرى عزيزة وروح أصيلة، كما ننقل إليكم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء. معربين لكم عن تقدير مملكة البحرين لهذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الاحتفالات الطيبة ولما لقيناه منذ وصولنا من حفاوة وكرم وترحاب، مؤكدين اعتزازنا العميق بمشاركتكم في هذه المناسبة العزيزة على كل مسلم